الشعب معاش يخاف، شعب يعني مشمر عن سواعده ويخدم ليلة نهارا باش يخلي هالبلاد جنة، مفروض انها جنة منذ قديم الزمان، لكن للأسف الشديد على الأقل إذا كان احنا ما خلطناش نخدموا لأولادنا، نخدموا لها الأطفال، نخدموا لها الشباب اللي يعاني من البطالة. عندنا 300 ألف شاب بطال لأن الماكينة الاقتصادية مش قاعدة تدور، لأن وقت اللي كانت تدور لمصلحة الناس مش لمصلحة الشعب. أنا أقول لكم خليوا ثقتكم في الله، خليوا ثقتكم في الشعب في أنفسكم، وإن شاء الله أنا أعدكم أنه هالبلاد هذه ما عندهاش كان ماضي عظيم، عندها أيضا مستقبل عظيم، وهالمنطقة هذه اللي هي من أجمل ومن من أحلى ومن أرقى المناطق لازمها تأخذ مكانها وتكون فعلا تكون جنة على وجه الأرض. ربي يوفقك. تحية برشا، تحية تونس، والسلام عليكم ورحمة الله.